بسم الله الرحمن الرحيم. توكل. طبعا بوجه الشكر لكل مربي الحمام اللي كتبوا لي في التعليقات عن معلومات قيمه جدا. تعالى هنا بقى بعيد عن المنطقه بتاعه الحمام بسرعه. فبحب اتوجه لهم بالشكر. يا بابا بلاش من بسوك تاني، تعالى انا اسمع كلام. حاضر حاضر. نصيحه لله. بسم الله الشريف ده جوه الاول وصل. ده في مطلوق تاني هنا، انطلق تاني الناحيه دي. مش عارفين يعدوا، اتفرج بقى. شوف دي مشكلة بقى السمان، ان هو بيطير وبيعدي ويملى الدنيا وما بيعرفش يرجع تاني. ما عدى اهوت وجعان، ميتين من الجوع. مش ميتين من الجوع، حاجة لسه مكتوب. شوف بقى هيرجعوا تاني؟ مش عارف يطلعوا منين اصلا. لا مش عارف يرجع، يعني الغريبة مش عارف يرجع. ما بيعرفش يرجع. طب تعرفش ترجع طالع ليه؟ ممكن يموت. البرد يموت. وهات اللي ورا دول كمان. انا عايز اوريكم بس بيطير ازاي. سلام يا محمود كده. لا بيطير مسافات عاليه. شوفي فين؟ ومعديه عند البط في واحده ورايا. واحده ورايا. شوفوا بقى طيره، شوفوا بيطير ازاي؟ هطيره لكم اهو. شوفوا البطابيط الصغيرين بقى. الكبار فين؟ الكبار فين؟ الكبار بيتين؟ انا هقول لك الكبار فين دلوقتي، بس من المشكله دي الاول. كده خلاص كلك. لسه فاضل واحد اهو. فين؟ عفاريت عفاريت، اسرع طائر شفته في حياتي. يلا ارجع ارجع. غبي غباء. انا عايز اوريكم البط اللي احنا اشتريناه من المحل. بسم الله ما شاء الله عليه. شوف امهم مفكراك هتاخدهم منها. شوف بتعض كده. في الحقيقه احنا دلوقتي مش عارفين نفرق ما بين اللي اشتريناه من المفرخ ومن اللي احنا فرخناه. اشتريناه من المفرخ. وحاليا احنا مش قادرين نفرق ما بين اللي احنا فرخناه عندنا واللي احنا اشتريناه من محل بيع الدواجن. كلهم اختلطوا ببعض. كلك شبه بعض. كلك شبه بعض. مش عارفين. شبه بعض فعليا. بس بسم الله ما شاء الله عليه. تعالوا اوريكم بقى البط اللي احنا فرخناه وعمل ايه. البط اللي احنا فرخناه طبعا بعد امه ما سابته كان محتاج دفى. محتاج يتدفى. دخل عند السمان وبيبات جوه الحضانه مع السمان. يعني هو مش في الحضانه ده، انا في دماغي ان هو هنا. هنا وبسم الله ما شاء الله عليه. الله العظيم. فانا سبتهم، في الحقيقه انا سبتهم. خلاص يبقى هو عايز دفى. هو عاوز يحتاج الدفى فعلا، الجو فعلا شديد بارد. هو بارد، الجو بارد فعلا. ودخلوا بيباتوا جوه الحضانه مع السمان ومفيش مشكله بينهم وبين السمان نهائي. ومشكلتهم الوحيده بس ان هم بيخلصوا الميه بسرعه عجيبه. خلصوا بضطر املى الميه مرتين في اليوم او ثلاث مرات في اليوم. طب ما تحط لهم مسقه كمان. مسقه كمان السمان بيقع فيها ويغرق. لا مسقه صغيره زي دي كمان هنا للبط. طب اشتري لهم واحده بقى. معلش نشتروا واحده كمان ونحطها لهم عشان نحلوا المشكله دي وخلاص. مش عارف السمان كده بسم الله ما شاء الله عليه. والله متهيألي السمان ده يطلع فوق بقى ونرتاحوا منه ولا ايه؟ ده هو بارد. ده هو بارد. ده هو بارد. شديد البرود. وبعدين يعني يطلع فوق فين؟ ما عندناش اصلا مكان. مع السمان. مع السمان الكبير. يضربه يموته. السمان ما بيتحطش مع بعض. يموتوا بعض. طيب ما نخلص من السمان الكبير ونحط ده مكانه، هما الاثنين اثنين يعني هيعملوا لنا ايه؟ انما دولت خسار. دول اولى بالمكان. بس انا فرحان بالبط بسم الله ما شاء الله عليه، تربيته جميله جدا. ونمو بسم الله ما شاء الله. ده دول اللي طالعين عندنا. دول كل دول اللي طالعين عندنا. ايوه دول اللي احنا مفرخينهم، السبعه اللي احنا مفرخينهم. وشايفين الاثنين هم الاثنين المسكوفه همت والباقي السوداني. والباقي السوداني. حتى السوداني الموجود عندنا يعني بسم الله ما شاء الله حجمه ما يقلش عن المسكوف. سمين ما شاء الله. شايفين كلبوزه ازاي؟ كنت عايز اجيب لهم شويه خضار بس مش النهارده بقى.
عشان الشتاء والأمطار. ما شاء الله، شمس. سامعين صوت السمان؟ يلا بينا. يلا بينا. وعند البط بتاعنا هننهي الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش قناتنا الرئيسيه وفر في بيتك منوعات الخاصه بالزراعه على السطح وتربيه الدواجن. مستنينا. شاطر يا ركوز. سلام على الفرشه بتاعته متظبطه. يا عيني يا غلبان، بيقول لك يا بابا انا عاوز اقعد معاك شويه. ما فيش شويه. يا عيني. وحبيت انهي الفيديو النهارده معاكم والاول مره في خلف الكواليس ان احنا نعمل تورتايه بسبب احلى مناسبه عندنا وهو وصول قناتنا الرئيسيه ل 100,000 مشترك. بنشكر كل المتابعين قناتنا الرئيسيه وفر في بيتك منوعات، وبنشكر كل المتابعين لقناتنا الثانيه وفر في بيتك منوعات 3. وان شاء الله باذن الله هنعمل بث مباشر في قناتنا الرئيسيه النهارده السبت الساعه 8 مساء. طبق بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس. جميلة البصورة. الله الجمال ده، هشة فظيعة في الجماعه. راي روعة جميله.